بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تأملات في الشهر المريمي. اليوم 13، تأمل في نعيم الملكوت. أي شيء يعجبك ويطيب لك في هذه الدنيا؟ أتتوق إلى الحرية؟ فاعلم إنك إن انطلقت إلى الفردوس السماوي يباح لك أن تشرح خاطرك وتجول في فلك الهواء والقمر والنجوم والشمس، وتقدر في طرفة عين أن تنحدر من السماء إلى الأرض وتصعد من الأرض إلى السماء وتدخل في الأماكن المنيعة المغلقة إغلاقا محكما، وفي الزوايا الخفية والمواضيع السرية بلا مانع ودون أدنى خوف. أتعجبك ألحان آلات الطرب والغناء؟ فيا للنغمة الحلوة، نغمة تسبيح الملائكة والقديسين في الملكوت. إن القديس فرنسيس الكبير عندما سمع آلة واحدة سماوية ضرب بها أحد السروفين هنيها من الزمان، خطف عن حسه وأغمي عليه. أيعجبك أن تكون حسن الصورة جميلا؟ فاعلم أنه إن صرت من بني الملكوت تروق عيناك كأنهما كوكبان مضيئان، ويبرق وجهك كالشمس، وتتلألأ يداك بالجواهر الثمينة، وينبعث النور من جسدك كله. أترغب أن تكون عالما؟ اذهب إلى نعيم الملكوت، وفي الحال تصير عالما حكيما فائقا سليما سليمان الحكيم وجميع الفلاسفة. وفي لحظة عين تدرك أغوص العلوم وأسماها بلا تعب ولا ضجر. أيلذ لك الشغف بجمال الخلائق؟ فيا ما أسنى جمال الخلائق وبهاء الإله، فإنك ستشاهده في السماء وجها لوجه وتتأمل منظره جيدا، وتحصل على كمال الغبطة والسعادة. ويا ما أطيب النظر إلى الملائكة والقديسين، ولا سيما يسوع ومريم أمه. أتتمنى أن تكون غنيا صاحب أملاك؟ اجتهد في خلاص نفسك. تملك الله نفسه رب جميع الخيرات، وهو يكون لك ولا يقدر أحد أن يسلبك إياه، ولا يمكن أن تخسره، ويكون هو لك وأنت له إلى أبد الآباد ودهر الدهور. خبر: كان للقديس فرنسيس الكبير الأسيسي رفيق يقال له لاون، وحكي عنه أنه أوتي من فضله تعالى المناظر العلوية، ومن جملتها هذه الرؤيا أنه رأى بقعة وسيعة، وكان هناك سلمان هابطتان من السماء، إحداهما حمراء والأخرى بيضاء، وكان جالسا على أعلى الحمراء يسوع المسيح، وبجانبه القديس فرنسيس وهو يدعو رهبانه الذين كانوا في تلك البقعة، مشيرا إليهم أن يصعدوا إلى تلك السلم، ومقويا إياهم بكلام لطيف. فيصعدون طاعة لأبيهم، لكن منهم
من كان يسقط من الدرجة الثالثة، ومنهم من الرابعة، ومنهم من العاشرة. ذلك لسبب طول السلم وجلالها. فلاحت حينئذ علامات الحزن على وجه القديس فرنسيس، فأشار إليهم أن يذهبوا إلى السلم الثانية البيضاء، وكانت جالسة عليه سيدتنا مريم العذراء، ففعلوا كما قال لهم، فجعلت العذراء تساعدهم على الصعود إليها باسطة يديها المباركتين لواحد واحد منهم، إلى أن صعدوا هكذا إلى السماء بكل سهولة. إكرام. تصور حين ذهابك إلى المنام أن الله يدعوك إلى ملكوته، وكن مستعدا لتلبية دعوته. نافذة. يا باب السماء ادعي لنا. آمين.